تتبعي قناة سكويرات. اليوم هذا الدرس مهم بزاف وانا كنقولها للدراري خصوصا، مهم مهم لواحد الدرجة ما تصوروش. علاش؟ لانه هو 80% ديال الدروس كاملين اللي جايين اللي غادي نقراو كلهم كيعتمدوا على الديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. اغلبية ديال الدراري كيعطيوني تمارين ديال ديفلوبمون وفاكتوريزاسيون فاكتوريزاسيون، ولكن ما كيعرفوش. هذا هو المشكل. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. ما تاخذوش التمارين محلولين، حاولوا انكم نتوما اللي ديروا واحد المحاوله مع التمارين. الدرس غادي نشرح لكم اليوم الدرس ديال النشر والتعميل بالعربيه، اللي هو ديفلوبمون هو النشر، والفاكتوريزاسيون هو التعميل. شنو معنيه النشر؟ شنو معنيه التعميل؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفوه في هذه الفقره في هذا الفيديو القصير. إذن غادي نبداو، وقبل ما نبدا حاولوا ديروا لي واحد لايك تحفيزي للقناه، راه كتهمنا مزيان، والناس الجداد يحاولوا انهم يتابوناو، ولي كور ديال الاولى اعدادي راه كاينين في القناه وجدادين ومشروحين طريقه اللي هي بسيطه ومزيانه التلاميذ. اذا ديستريبيتيفيتي دو لا ملتيبليكاسيون بارابور على اديسيون. اذا هنايا التوزيعيه كنسميوها التوزيعيه ديال الضرب بالمقارنة بالأولى بالنسبة للجمع. إذن هنا هي عندي علاقة ما بين الضرب وما بين الجمع. فاش؟ فهاد ديستريبيتيفيتي اللي قرينا في الأول ذكر. إذن الضرب والجمع بيناتهم واحد العلاقة اللي هي كتجمع لنا ديفلوبمون والفاكتوريزاسيون. إذن هادو هما اللي كيديروا لنا العلاقة ما بين الضرب وما بين ياش الجمع. غادي نشوفوا هادشي كلشي على عيننا. إذن هنا بروبريتي خصائص ولا خاصية. Quel que soit les nombres K, A et B en A, on a. إذن هاد لي نومبغ ملي كنسمع لي نومبغ يعني الأعداد، كيما بغا يكونوا الأعداد. Quel que soit les nombres هي كيف ما كانت الأعداد. هنايا عطاونا الحروف، ملي كنشوف الحروف كنتلف. لا وليدي ما نتلفش، الحروف يعني هما راه أعداد، حسبوهم أعداد. يعني هاد الكا نقد نعطيوها جوج، نقد نعطيوها 10، نقد نعطيوها 6، نقد نعطيوها أي رقم تقد تاخذو. حتى A حتى B هذاك الشيء علاش حنا كنديروا الارقام، كنديروا الحروف يعني يقدوا ياخذوا اي رقم كيف ما كان. اذا هنا قالوا لنا كيلكو سوا يعني كيف ما كانت لي نومبر الاعداد ك و ا و بي. اذا شنو ك بين قوسين ا زائد بي؟ فاش كتكون عندي الكتابه بحال هكا، ودابا نشوفوا الامثله ديالنا. اذا فاش كتكون الكتابه بحال هكا اش خاصني ندير انا؟ خاصني ندير ك في ا زائد ك في بي. يعني هاد الكتابة خاصني نحولها لهاد الكتاب. مزيان واخ. وإلا كانت عندي هاد الكتابة ك بين قوسين أ ناقص بي، خاصني نحولها ك أ ناقص ك بي. مازال حنا ما فهمناش مزيان شناهي الديفلوبمون، مازال ما وصلناش، ولكن واخا هي قدامنا. هنا شنو في هاد الحالة اش كنقول؟ دو غوش أ دغوات أون ديفلوبي. إذا من لو غوش ديالنا، من هنا من لو غوش لا دغوات يعني من اليسار لليمين، اش كنديروا؟ الديفلوبمون بالفرنسيه اللي هو بالعربيه النشر. يعني كننشروا، شنو كننشروا؟ كننشروا هاد الاكا كنضربوها في الاق وكنزيدوا عاوتاني نضربوها في البي، يعني كننشروها كنوزعوها صافي. والكونتخيغ ديالنا دو غوش ا دغوات يعني العكس ديالنا، يعني من اليمين لليسار كنسميوه فاكتوريزي، يعني درت التعميل. كيفاش معنية التعميل؟ انا درتهم بلي كولور باش نفرقهم. اذا فاكتوريزي هي بالاخضر، يعني من الاخضر غتمشي للبرتقالي، وديفلوبي هي من البرتقالي وغتمشي ياش للاخضر. بصيغه اخرى غنقولوا بصيغه اخرى، الديفلوبمون شنو معنيتها؟ هي نحولوا الجوداء ك مضروبه في واحد العدد. اذا كنحولوا الجوداء لاش المجموع صافي. الديفلوبي ديفلوبمون هو تحويل الجداء الى مجموع صافي. والعكس صحيح، فاكتوريزي هي تحويل مجموع او طرح الى جداء صافي. هنايا كيكون عدد مضروب بين قوسين في العدد، هنايا عندي عدد ناقص عدد او لا عدد زائد عدد. مفهوم؟ غادي نمشيو غنديرو دي زيكزامبل. غنبداو بأول إكزومبل ديالنا اللي هو ديال الديفلوبمون باش نفهمو مزيان لوكو.
اذا هاد ديفلوبمون عندنا مثال قلنا هو 3 بين قوسين 5 زائد 2. دائما فاش كنشوف الرقم لاصق على الاقواس هذا كيعني شنو؟ كيعني ملتيبليكاسيون، كيعني الضرب. اذا حنايا غنديروا ديفلوبمون، شنو معنى ديفلوبمون؟ اذا هاد 3 غادي نشروها، 3 غادي نضربوها في 5 وغادي نزيدوا عليها، وغادي نزيدوا عليها الاشاره ديالنا هي اللي اشاره 3 وغادي نعاودوا نضربوها فاش في 2. حنا شنو درنا هنايا؟ درنا ياش الديفلوب، يعني شنو درنا؟ وزعنا، وزعنا 3 على 5 وزعنا عاوتاني 3 على 2. وسمعتي هاد الشيء اللي كنديروا هو الديفلوبمون، كنديروا مع اي عدد كيف ما بغى يكون. واخا يكون هنا مثلا عندي 5 اكس كندير له الديفلوب، واخا يكون عندي اللي كان، اذا الديفلوبمون دائما جوج ديال الاعداد، عندي عدد قبل الاقواس وبيناتهم عمليه صفي، كندير واحد الحاجه اللي سميتها ديفلوب صافي. وعاد ما يمكن ليا نخرج، اذا باش نخرج الحساب كندير لا بروبريتي دو كالكول، اسبقيه الحساب. اذا اسبقيه الحساب كيكون عندي الضرب هو الاول على زائد، اذا غادي نضرب هادو بجوج وغنزيد عليهم هادو بجوج. مفهوم؟ اذا هادو بجوج كتعطيني 15 زائد 6، وهنا غادي نجمع عادي غتعطيني هي واحد 21. مزيان. اذا غنمشيو نشوف واحد المثال ثاني باش نفهمو مزيان شنو معنيات ياش اد ديفلوب. اذا عندنا 7 بين قوسين اكس ناقص 4. اذا انا طيحته في لوكا ديال عندنا مجهول واحد اللي هو اكس، كيفاش يمكن لي نتعامل معه؟ اذا هنا في هذه الحاله عندي جداء 7 مضروبه في اكس بين قوسين ناقص 4، يعني عندي جداء انا خاصني نحوله الى مجموع. اذا الديفلوب هو تحويل جداء الى مجموع. اذا هذه تساوي شنو؟ اذا تساوي 7 مضروبه في اكس والاشاره ديالي ناقص، وندير 7 مضروبه فاش في 4. مزيان. اذا انا وصلت لهذه العمليه هنايا، شحال من واحد غيجي غيدير لي 7 اكس ناقص 7 ويقول لي صفر؟ لا، هنا دائما كندير لا بروبريتي دو كالكول، ديما كنقلب على الاسبقيه ديال الاشارات، كندوي مع الاشارات. اذا الاشاره عندي هنا ناقص وعندي هنايا في، اذا شكون اللي عنده الاسبقيه؟ في. غادي ندير 7 في 4 نحتفظ بسبعة إكس، إذا كتساوي سبعة إكس ناقص الإشارة ديالي وهنايا 28. وراه هذا هو الحد. إذا ما يمكن ليش نزيد، علاش؟ حيت عندي هنايا 7 مضروب في واحد الإكس اللي هو مجهول، ما معروفش عدد، ما معروفش، ما يمكن ليش نقصه من 28. علاش؟ لأن هذا العدد أصلا ما معروفش، كون كان معروف إكس عنده شي قيمة ديك الساعة يمكن ليا نعوض بالإكس القيمة ديالو صافي، وعاد ديك الساعه نحسب وننقص من 28. اما هنا فاش تكون عندك كتابه بحال هكا كتبقى الكتابه بحال هكا. مفهوم؟ اذا ديفلوبمون حنا تفكينا منه، فهمنا شنو معنى ديفلوبمون. دابا غادي نمشيو نديرو لي زيكزامبل ديال الفاكتوريزاسيون باش نفهموها مزيان. دونك الفاكتوريزاسيون اللي قلنا هي التعميل، كناخذو المثال ديالنا، عندنا 5 مضروبه في 13 ناقص 5 مضروبه في 6. اذا حنا علاش كنقلبوا؟ خاصنا نقلبوا على واحد العامل مشترك. كنلاحظ انا عندي هنايا جداء ناقص جداء، اذا هذا عدد وهذا ناقص عدد، اذا القاسم المشترك بيناتهم هو 5. اذا القاسم المشترك هو العدد 5، اذا اش كندير انا؟ كنحتفظ ب 5، يعني كناخذوا من هذا الجداء وكناخذوا من هذا الجداء. اذا كندير تساوي، كناخذ 5 ديالي وكندير في، وهاد الجداء شنو كيبقى لي ملي كناخذ 5؟ كتبقى لي 13 كنهبطها وناقص، كنهبط الاشاره ديالي عاوتاني فهاد الجداء شنو كيبقى؟ كيبقى لي 6 كنهبطها. اذا انايا درت لهنا، فاش وصلت لهاد المرحله درت الفاكتوريزاسيون ديال هاد لي زيكواسيون، هاد ليكسبريسيون درت له الفاكتوريزاسيون، قلبت على العامل المشترك حطيته، حيت عندي ضرب ضرب، اذا كندير ضرب وكنحل الاقواس ديالي وكندير الاعداد اللي باقيين وكنتبع من اليسار لليمين الاعداد. ما يمكنليش ندير عدد هذا وهذا، من اليسار لليمين. ها انتم الا حيدنا 5 وحيدنا في غتبقى لنا 13 ناقص 6. هنايا غندير لا بروبريتي دي كالكول، اذا الاسبقيه لمن؟ عندي الضرب وعندي ناقص ولكن عندي لي بارونتيز. اذا لي بارونتيز هما الاولين كنحسبهم، من بعد الضرب من بعد ناقص. اذا نحسبوا 13 ناقص 6 غتعطينا هي 7، اذا نحتفظ ب 5 في 7 و
وندير جدا عادي وغتعطينا هي 35. مفهوم؟ اذا نعاود ندير مثال اخر باش نثبتوها مزيان. اذا المثال الثاني ديالنا عندنا 6x + 12، اذا كي غادي نديرو باش نديرو فاكتوريزاسيون؟ كيفاش نديرو نعملو؟ اذا كنقلبو على القاسم المشترك. اذا عندي هنايا 6x + 12، اذا شنو هو القاسم المشترك؟ عندي 6 وعندي 12. اذا هاد 6 كيفاش يمكن لي نكتب هاد 6x؟ غادي نكتبها هي 6 في x، ياك؟ وهادي الاشاره ديالي زائد، وهاد 12 كي غادي نكتبها غادي نكتبها هي 6 ضرب 2، 6 ضرب 2 هي 12. اندر غندير تساوي. انا علاش كنقلب؟ كنقلب على العامل المشترك كما درت في الاول. عندي هنايا 6 في x وعندي هنا 6 في 2، اذا القاسم المشترك ديالي هو 6. غادي ناخذ 6 في ها هي 6 في، وغادي نحل البارونتيز وغادي نكتب الاعداد اللي باقي. شكون اللي بقى ليا؟ بقى ليا x + 2. اذا انا وصلت للمرحله ديال اش؟ هذا هو التعميل، هذا هو الفاكتوريزاسيون. مفهوم؟ نعم. اذا غادي نمشيو نديرو واحد مثال ثالث ديال الفاكتوريزاسيون باش نفهموه مزيان. اذا هذا المثال هذا هو اللي غادي يعطينا الشرح ديالنا مزيان، باش فهمني نشوفو ا نشوفو اكس ونشوفو ايغريك ونشوفو بي ما ندوخش. اذا في هذه الحاله عندي ax + ay + bx + by. اشنو خاصني انا نقلب؟ خاصني نقلب على العامل المشترك. اذا اللي بحال بحال، عندي هنايا ا اكس اكس، اذا هذا عنده نفس ا وهذا نفس بي. اذا انا ندير تساوي شنو؟ غادي نجمع ا بوحديتها وغادي نجمع بي بوحديتها. مزيان. اذا درنا حنا ax + ay + bx + by. مزيان. هنايا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان هذه العمليه، هذه العمليه ax + ay، العامل المشترك بيناتهم هو شنو؟ هو مزيان، هو. وفي العمليه الثانيه عندي bx + by، اذا العامل المشترك هو بي. مفهوم؟ اذا انا شنو خاصني ندير؟ خاصني نعمل به، يعني غندير ياش الفاكتوريزاسيون ب ا. اذا غندير ا هي العامل، شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا x + y. إلا حيدت أ من هنا، نحيد أ من هنا ونحيدها من هنا، شنو غيبقى ليا؟ x + y، صافي. نفس الطريقة غادي نديرها لبي. إذا إلا حيدت بي غتبقى ليا x + y، هاهي. إذا بي ضرب بين قوسين x + y. أنا مازال في جمع، علاش؟ لأن فاكتوريزاسيون هو تحويل الجمع إلى جدا. دابا حنايا في الجمع مازالين عندنا زائد، ما خاصهاش تبقى زائد، صافي. إذن هنا شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ بأن x + y مالا كتعاود هي عامل مشترك. إذن x + y عامل مشترك. إذن حنا شنو غادي نديرو؟ عندنا x + y مضروبة في عدد، x + y مضروبة في عدد. شنو قلنا؟ كناخدو x + y وكنديرو، ما كنديروش زائد ميرا، كنديرو ضرب. لا هي هاديك زائد، إذن في ماشي زائد، x بين قوسين ضرب a + b. إذن هذا هو الديفلوبمون، حولنا المجموع اديسيون حولناه الملتيبليكاسيون جداء عددين. العكس ديالو نقدر نمشي من جداء عددين باش نوصلو لهنا، مجموع يعني كنسميوه الديفلوبمون. اذا هذا هو الديفلوبمون والفاكتوريزاسيون. اذا غنعطيكم واحد المتطابقات كيتسماو هامه، حفظوهم عن ظهري قلب. كما قلت لكم هذه خصائص كتسمى المتطابقات الهامه، ما حدهم قالوا هامه يعني راه هامه ديال بصح. اذا هذه المتطابقات هما حفظوهم مزيان. a + b لكل اس 2 كتساوي a + 2 + 2ab + b + 2. هذا راه حولناه منين درنا له ياش ديفلوبمون. هذا كذلك منين درنا ليه الديفلوبمون، هذا منين درنا ليه الفاكت ديبلوبمون، ها هو الجداء حولناه للفرق منين درنا ليه الديفلوبمون. هادو كنديروا لهم الديفلوبمون كنحصلوا على هاد المجموعات. اذا هاد المجموعات حفظوهم مزيان، وتا من بعد ان شاء الله ونحاولوا نديروا كل وحده على حده باش نعرفوا منين جات. مفهوم؟
اذا واحد المشترك بغى يقول لكم واحد الكلمه ديالو. السلام عليكم المتابعين، بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي مازال مش ابونا في القناه تاع انهار التعليميه، يتابونا دابا سكويلا طوب، يتابونا دابا يهبط يدير الجرس ويبرك على هذيك البوطونه الحمراء، وبغينا ان شاء الله نوصلوا القناه التعليميه سكويلا طوب 20,000 متابع ومتابعه في قناه. وما تنساوش وما تنساوش ديروا ابوني وديروا 100 ابون 100 لمشاهده باقي الفيديوهات والحلقات والمسلسلات وسلسله التمارين. ما عليكم الا انضمام الى سكولا طب، والسلام عليكم.